أنا بالنسبة لي كان مرض السرطان أكبر تجربة وأجمل تجربة مرت علي في حياتي اللي ما نجح ننساها، بس تعلمت منها بزاف صوالح، كانت السبب اللي خلتني تقرب من ربي سبحانه، ربي قدرني عليها باش ندير الخير. السلام عليكم، معكم إسلام بالعريبي، عندي 20 سنة، نقرأ تروازيام اني وليسي، عندي باك سيونتيفيك هذا العام. جيتكم اليوم باش نحكي لكم على كيفاح تاعي مع مرض سرطان الغدة اللمفاوية، وبالتحديد الغدة المنصفية واللي هي الغدة التيموسية. كما نعرفوا أن الغدة التيموسية هي الغدة المسؤولة عن المناعة في كافة الجسم، واللي جاية في منطقة بزاف حساسة واللي هي بين الرئتين والقلب والعمود الفقري. أنا كنت شاب كما تنبرت واحد في الفلاش ديالي، حتى بديت نحس شويه تنميله في يدي. هذه التنميله كنت نقول حاجه نورمال، مي بدا يزيد جوغاجو، يزيد منها يزيد، هذا السطر يزيد، قلت سي بون اليوم لازم نروح للطبيب، باسكو لحقت وليت ما نرقدش في الليل، يدي دايما توجع، رقبتي. عطاني دي زاناليز درتهم، دي غاديو درتهم، ما لقيت عندي والو، حاجه جو نورمال. كنت من قبل كنت شربت دواء تاع على جال صدري كان يوجع، وعلى جال كانت عندي السعله بزاف. يومين وانا نشرب هذاك الدواء حتى بديت نحس صوتي بدا ينقص، ما كنتش نقدر نبلع مليح مليح، من داك نحس هكا ما نقدرش نتنفس مليح. رحت عند الطبيب، عاودت وليت له قلت له شوف واش عندي. الطبيب هذاك قال لي سي لازم نديرو ايكوغرافي على رقبتك. درنا ايكوغرافي، لقيت انه كان عندي كيست صغير في رقبتي، وهذاك الكيس صغير كان دايره به انفيكسيون كبيره، التهاب كبير. مور هذاك عطاني دواء خاص بالالتهاب، ولحقت 5 ايام بديت نتنفخ، بدات رقبتي كامل تتنفخ وجهي يتنفخ، ما فهمتش، خفت. كملت خدمه ديالي، لحقت نهار العاشر تنفخت كتر، ما قدرتش نبلع، الصوت ديالي دايما متكوبه، ما قدرتش ناكل حاجه سخونه حاجه بارده، ما قدرتش ناكل نورمال، لابيتي بدات تكوب لي، وما كنتش نرقد سورتو في الليل. طورت الحاله تاعي، وين كي جيت نبدل حوايجي لقيت انه صدري كامل ولا ازرق، خرجوا لي عروق، خرجت لي اون سيركيلاسيون تاع كامل تاع الدم في صدري، ما عرفتش، خفت. بعثني عند اخصائي تاع الواغل، شافني هكا كي لقى عندي هذوك، قال لي لازم تروح عند طبيب تاع القلب. رحت طبيب تاع القلب، عطاني دي زاناليز معاهم والسكانر، وتما اللي كانت المفاجاه كي رحت درت اون سكانر. بعثني عند طبيب جراح، قال لي الحاله تاعك ماهيش تعجب، وانه هذاك التنفخ كامل اللي كان في رقبتك جا من هذاك الكيس، لازم نحو هذاك الكيس. انا خفت سورتو، قال لي باسكو هذاك الكيس حنديرو عمليه، وانا ما نعرفش العمليه، جامي درت عمليه. بعثني ديريكتومون عند جراحه الصدر في مصطفى باشا، بعثوني باش ندير خزعه. البروبليم كان انه هذيك النتيجه تاعها تضرب قوجا شهر باش تخرج، وانا في هذاك الشهر جوزت ايام تقدروا تقولوا سوداء في حياتي، لانه في هذوك الايام ما كنتش نرقد، ما كنتش ناكل، راحت لي لابيتي، وش ناكل الرد. كي خرجت النتيجه قال لي انه الحاله تاعك ماهيش تاع جراحه. انا تما فرحت بزاف. قال لي انه الحاله تاعك حاله لازم دواء، قال لي جوست دواء ديرو ويتنحى لك هذا الكيس. انا فرحت بزاف. بعثني كتب لي في الاوردونونس سي بي ام سي، انا قلت سي بي ام سي هذا كاش مركز ولا حاجه نورمال. لحقت سي بي ام سي، وين طلعت راسي نلقى مركز مكافحه السرطان، وتما لي كانت مفاجاه. ومن بعد حبيت نعرف على المرض تاعي، قلبي بدا يخبط، خفت. قلت لها علاش طبيبه واش عندي؟ قالت لي عندك تيمور اللي هو ورم سرطاني خبيث. تما انا ما قدرتش نشد روحي، الدنيا دارت بيا، الدموع تحجروا في عيني، ما لقيتش ندير، ما قلتش لدارنا لمده 20 يوم كنت مخبي عليهم، بس كنت دايما انا ندخل وحدي للطبيب. الحق النهار وين باش ندير اول جرعه ليا تاع العلاج، هو العلاج الكيماوي. تما كان عندي بزاف الالم في الليل، النهار الاول تاعي حسيت بتحسن كبير كبير كبير، لانه جاوبت مع الكيماوي بطريقه كبيره، والسبب الاساسي انه الجانب المعنوي. وفي الحصه الثانيه كانوا نحاول الخلايا الام باش يزرعوهم فيا من بعد، وكنت دائما نجاوب مع الكيماوي انه كنت دائما ندير طوايش، دائما نضحك، دايما نعاون الناس اللي تما، وكنت دايما نشاد في ربي سبحانه، وعلى بالي بلي انه ربي سبحانه ما راحش يخليني. دخلت ندير عمليه الزرع وحدي لمده 28 يوم، واللي كانت اجمل ايام جوزتها في حياتي. جوزت 9 ايام من لاشيميو بدون توقف داخل الغرفه المغلقه. بعد ما كملت 9 ايام تاع لاشيميو، جاء النهار اللي ندير فيه الزرع وهو اليوم العاشر. جابوا الخلايا تاوعي وزرعوهم في الجسم تاعي، وكانوا يستناو فيهم يتجاوبوا مع الجسم ويعاودوا يتكثروا كخلايا جديده غير مسرطنه. بديت نضعف، بديت نعيا، ما نعرفش وين راني، الالم بدات تزيد،
داوني لي زافت اللي هما شلافط في كامل الجهاز الهضمي، ما كنتش قادر ناكل، ما نقدرش نشرب، ما نقدر ندير والو غير راقد. ودوكا راني نسنى ان شاء الله مع الوقت نجاح عمليه الزرع بعد ما كملت كامل البروتوكول العلاجي تاعي. ودوكا عطيت وقتي كامل لفعل الخير، لانه كي كنت في السبيطار كنت نشوف الحالات المزريه اللي كانوا يعيشوا فيها مرضى السرطان، وكما يقول لك ما يحسب المريض غير المريض. انا بالسرطان كنت بعيد على ربي سبحانه بزاف، كنت دائما متشائم، كنت دائما ما نحمدش ربي على واش عطاني، كنت دائما محاط بالطاقه السلبيه والناس السلبيين. وجاء المرض اللي نحالي كامل هذو الصوالح. الحاجه الوحيده اللي نقولها لمرضى السرطان، عمرك ما تسمع واش يحكوا الناس، لانه الاثار الكيماوي تختلف من شخص لشخص. الجانب المعنوي هو الرئيسي في هذا الامر. ريح دائما متفائل، ريح دائما مبتسم، ما تخليش الناس تاثر عليك، طلع المورال لروحك، دائما كن ايجابي، عمرك بعد على الافكار السلبيه، ما تخليش الافكار السلبيه تسيطر عليك. والحاجه الاهم انه خلي ثقتك في ربي كبيره، لانه ما عندنا حتى ملجأ من غيره.